يحييك ويحيي متابعينك. خلينا امسكك يا رامز، جاي عندي احس المسيح النجاح. شفنا حصلناها الحين، مبسوط؟ طبعا انا بشجع الهلال. وش احسن الحين ولا العصر؟ كان فيلوكم مره حلو. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. اليوم معانا رحله الى وين يا بدر؟ اليوم معانا الى البولي، بولي فارد الرياض ان شاء الله. نروح ونستمتع هناك ونفلها، فخرجنا من بدري علشان نلحق على، اخذنا التذاكر، بدر ما قصر، المرشد السياحي حقي اللي خلاص اقول له بدر جهز لي كذا يجهز لي، بس علشان نضبطكم اليوم بفلوك حلو، فان شاء الله نصور في البوليفارد. فمعانا رحله يمكن طويله، باقي لنا حوالي 3 ساعه على ما نوصل، فاول ما نوصل هناك ان شاء الله نصور لكم بوليفارد ووريكم اياه. نحن الحين انا وبدر بنمشي في البوليفارد، مكان مره 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 ضخم زي ما انتم شايفين هنا. بدر ايش رايك بالمكان؟ بالله عاجبك؟ كان رهيب. ايوه بس احنا لانه عاد جايين بدري من العصر، فان شاء الله الحماس حقنا اللي ودانا من العصر، فان شاء الله مع المغرب يكون المكان شويه كذا بدت الحياه تنبض فيه، مع انه والله من الحين مناظر حقت العصر يعني ما فاتت علينا. ايش رايك بمناظر العصر؟ انا حبيت مناظر العصر، ممكن تكون افضل من الليل، ايش برايك الافضل؟ اتوقع الليل. الليل والله عشان انه الناس تجي بالليل، ما ادري يعني، انا احس ان العصر تشوف المكان حتى التصوير يطلع كذا حلو، بس بعد انتم قارنوا قولوا لنا ايات الافضل الليل ولا النهار؟ أنا وسالة حياك الله، كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير. شلونك؟ طيب؟ تمام. الله يحييك ويحيي متابعينك. أنا بصورك فيديو. إيه صور، معكم أبو راشد. هلا أبو راشد. حياك الله وحيا المتابعين. من فين أبو راشد؟ من الأفلاج، من الأفلاج، حياك الله. وإيش الأوسمة هذه؟ حقت إيش؟ هذه مشاركات وذلك لإحياء التراث. أيوة. والمناسبات الوطنية والاجتماعية و وتشتري لون وأنا عم. بتسوي إيش هنا مع الأطفال؟ اعطيهم حلاوه، ايوه، ونسلم عليهم، هذا لعيالنا. ايوه الله يستاهل الفرحه ويخليهم لهنا، يستاهل الفرحه ان شاء الله. احفظهم يا كيف انبسطتوا؟ المكان حلو؟ حلو. عجبك؟ حلو. حلو تمام. والله الناس هنا مره لطيفه. الحين بصور، بيقول لي واحد ايش اسم القناه حقك، خليني اعمل لك اشتراك ومش عارف ايش، فحرام عليكم انتم شايفين الفيديو وما تعملوا اشتراك. اللي بيشوف الفيديو الحين والفلوق هذا الحلو لازم يعمل اشتراك ويعمل اعجاب عليه، لانه مره تعبنا وبذلنا فيه مجهود، فالناس هنا كلها بتشجع وبتقول اعطينا اسم القناه، يلا خليني ادخل الحين اسوي لك اشتراك مش عارف ايه. ف ما ينفع الناس اللي هنا تشترك معاي، وانتم اللي تتابعون اللي صورت علشانكم ما تشتركوا معاي. شايفين الممشى الاحمر ده الحلو اللي لما تدخله تحس نفسك وكانك مسؤول، كانك مشهور، كانك شخص مهم في هذه الحياه. هنا بالجهه الثانيه بتلاحظوا اوه القوه، الاسطوره، الهيبه، رامز، خلينا امسكك يا رامز. معظم المشاهير هنا موجودين، فمتى نحن كده بنكون مكانه مع عاملين يداتنا؟ عاد في فراغات كثيره. هنا طارق العالي، حياة الفهد، هاني شاكر، رامز جلال، مش عارف وين نحبين عاشقين رامز جلال. هنا شوفوا يده محمد الدعايع، اوه لا 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 يا كبير. شوفوا لقينا منه، يوه والله يخوف، جاي عندي احس المسيح النجاح. يا والله مرة يخوف والله. شوفوا كيف بس شكل وجهه، والله بتصوروا معاه مش خايفين، اهنيهم صراحة على جرأتهم. والله مرة
يخوف كذا، خلي نفسي سؤال. لو عرف انك خايف والله يركض وراك. لا والله الحرمة طالعة كيوت، ها كل الاطفال جالسين عندها ابدا مش مزعجة. اوه مرة حبوها، باين حبوها، كلهم بيتصوروا معاها، كلهم بتشوفوا زي كذا بيتصوروا. بدأوا يخافوا بس لا امورهم طيبة. خايف منها؟ خايف منها؟ خوف؟ لا. شوفوا بالله ايش حصلناه، سالم قده على طيب ظهري. هذه الغنية بدر ضبحني من كثر ما يغنيها لي. شوفنا حصلناها الحين، مبسوط؟ كذا انت مبسوط داخل المتجر حقهم مسامير؟ يلا غنيها لي، خلينا صورك. شوفوا الشعار الهيبة هنا، هنا متجر الهلال وهنا متجر النصر. فراع علينا شعار النصر. عندنا متجر الهلال ومتجر النصر، نبغى ندخل متجر الهلال. يلا بدر حبيبي. هنا قطار برضه بيمشي، لسه بيحمل عادي ما حد بكر فيه. هنا الخط السير حقه، بس خلونا نشوف متجر الهلال. هنا المدخل الرئيسي للمتجر، نشوف. واو الزعيم. طبعا انا بشجع الهلال فاكيد بروح الى هنا. في هنا مباراة شغالة، فتح الاتحاد، لسه المباراة بادية. بدر انسان عنده عدالة، قال لي ليش ما ندخل متجر النصر ونصور؟ قلت له خلينا نقعد في كافيه الهلال ندعمهم ونشرب لنا حاجة، قال لا نروح كافيه مشهور ما نبغى حقة الهلال. الهلال وش عرفهم بالكافيه؟ خلاص كذا بس، علشان على النصر عاملين تخفيضات 30%، حقة الهلال ما شفنا شي تخفيضات. شايفين كيف المكان مرة حلو؟ التصوير الليلي طالع والله مرة خرافي مع النافورة هذه. يا الله أجواء البوليفارد الليلية مرة خيال، طالعة حلوة. أنا كنت بقول بدر يات الأفضل، طلع والله ما في زي الليل. شوف النافورات الجميلة، ونحن محظوظين على فكرة إنه جينا من العصر، فأخذنا درجة على المكان كامل لفينا فيه، وشوفنا شكله كيف طالع يعني مع العصر وكيف طالع مع الليل. فمع الليل صراحة مناظر رهيبة مع الأضواء كده، شيء مرة بتجنن. آه وش أحسن الحين ولا العصر يوم تقول؟ لا لا خلاص الليل صراحة خيال. أنا بس راجعين الكرة المضيئة هذه، أبغى أقول الكرة المضيئة مرة حلوة. شوفوا هنا كامل الخطة، فين انت تقدر تعرف اتجاهات البوليفارد كاملة، المناطق التسع اللي موجودة، شوارع اللي خارج البوليفارد، فين المدخل الرئيسي من هنا بعد فين توصل، كل التفاصيل كلها موجودة علشان ما في احد يتوه ابدا، وممكن من خلال هذه الشاشات تقدر تعرف مكانك. كنا نبغى من متجر الهلال او من متجر النصر، بدر قال هذول ما يعرفوا، جابنا الى هنا. الحين اخذت لي كابتشينو. ايوه شوف الدولاب هنا برضه، الحلوه اللي هو عاملها برضه، هذه نجربها. ثانك يو. وكذا نكون وصلنا الى ختام الفلوق لهذا اليوم، كان فلوق مره حلو. لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناه، ولا تنسوا تعملوا لايك على الفيديو، ولا تنسوا تنورونا بكومنتات مره حلوه، خلونا نسعد بشوفتها. مجهود كبير بذلناه في هذا اليوم، وتعبنا من العصر لما الحين والله وقت مرة متأخر. فإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. بدر قدو قدامي قد سبقنا، فكذا خلاص أنا ماشي بس علشان ننزله.
ونشوفكم على خير في فيديوهات فلوقات تانية بإذن الله. باي.